نرحب بكم في منتدى وعد السياسي في هذه الليلة، وشاءت القوى السياسية المعارضة أن تقيم هذه الفعالية لإلقاء الضوء حول المستجدات الإقليمية وأيضا الرؤية حول الحلول السياسية الممكنة في البحرين، وأيضا التقاطعات الموجودة في المنطقة بين العديد من الأقطاب. في هذه الليلة يسلط الضوء من قبل قيادات المعارضة على هذه المستجدات إيمانا بالرسالة التي تحملها قوى المعارضة لإعطاء الصورة والرأي حول موقفها من مستجدات الوضع السياسي وأيضا حول المستجدات أيضا الإقليمية. حتى لا نطيل، بدأنا متأخرين، نبدأ مع الرفيق محمود القصاب عضو الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي، فليتفضل. مشكورا. شكرا أخي إبراهيم. بداية مساء الله ومساءكم جميعا أخوات أخوات أعزاء أخوة أعزاء، وأتقدم الشكر إلى الأخوة والرفاق في وعد على استضافتكم هذه الندوة. أنا الحقيقة ورقتي من شقين، الشق الأول عبارة عن ملاحظات بشكل سريع، أربع ملاحظات، ومن ثم الشق الثاني سأعرج على المستجدات الإقليمية ومقاربتها بقدر ما تنعكس على أوضاعنا الداخلية سلبا أو إيجابا. الملاحظة الأولى أن القوى السياسية الوطنية المعارضة كانت ولا زالت ترى بل وتؤمن بأن الأزمة البحرينية تحتاج إلى حلول سياسية وطنية خالصة، ولم تكن يوما تنتظر أو تتطلع إلى حلول خارجية، وذلك يعود إلى قناعاتها المبدئية والوطنية بين جذور الأزمة ومنبعها داخلي، وأن أسبابها داخلية بحت ولن يجري معها سوى الحلول الوطنية التوافقية. الملاحظة الثانية أن الأزمة منذ شعارها طالما يزيد على 5 أعوام قد أفرزت لدى البعض قناعات ومفاهيم سياسية واجتماعية ليس من السهل اختلاعها، حتى وإن كانت بعض تلك القناعات مبنية على أوهام وخيالات نفسية أكثر منها واقعية. والمؤكد أنه كلما طال أمد الأزمة كلما كان ذلك يعني ارتفاع كلفة التخلص من هذه القناعات والمفاهيم اجتماعيا وسياسيا. لذلك فإن القوى السياسية المعارضة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إغلاق باب التكاليف التي يدفعها الوطن، ويكون الوطن وحده هو الرابح في سلامته واستقراره وأمنه الوطني والاجتماعي. المراحل الثالثة من المفارقات التي أفرزتها الأزمة هي بأن من دأب ولا يزال على اتهام المعارض باللجوء إلى الخارج وإقحامه في شؤوننا الداخلية نراه عبر العديد من الإجراءات والخطابات يصر على دفع ملف أزمة البحرين إلى مسارات إقليمية وتحميل هذا الملف والوضع البحريني بشكل عام ما لا يجب تحميله من تداعيات وإفرازات الوضع الإقليمي الذي يغلب عليه اليوم مناخ الصراعات وأجواء الفتن الطائفية.
وهذا أمرا لطالما عملت المعارضة الوطنية على تجنبه والتحذير من آثاره الخطيرة، وذلك يرجع إلى قناعاتها وطبيعة قراءتها لأزمة المنطقة والمآل الذي انتهت إليه، وهي بأن الصراعات والنزاعات التي تحرك العصبيات الطائفية والمذهبية تستعصي دائما على الحلول السياسية التقليدية التي يمكن أن تكون نتاج عملية حوارية وتفاوضية، بل أن تلك العصبيات عادة ما تكون محفزة على العنف والعنف المضاد، لذلك أنها تشكل مصدر تهديد للمجتمع والدولة برمتها. الملاحظة الرابعة والأخيرة، لدينا قناعة راسخة بأن الأوطان والدول لا يمكن أن تبنى بالعناد وبالتهييج الغرائز الطائفية، ولا بتأجيج الأحقاد والكراهية، ولا عبر اعتماد الانتماء الديني والمذهبي خيارا سياسيا، لأن من شأن ذلك تقويض الدولة والمجتمع. إنما تبنى الدول بالحوار وبإشاعة أجواء الثقة بين مكونات وأطياف المجتمع كافة، وعبر استحضار قيم التعايش الأخوي واحترام التنوع والتعددية وقيم العدل والمساواة والمواطنة التي تساعد على الاستقرار السياسي والاجتماعي ومن ثم تقدم الوطن في كل المجالات. بعد هذه الملاحظات وبالحديث عن المستجدات الإقليمية ومقاربتها من زاوية انعكاس ذلك على وضعنا الحالي سلبا أو إيجابا، سوف نلاحظ مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، وهي إن كل القوى والأطراف التي كانت طرفاً في الصراعات المتفجرة في الأقطار العربية تجد نفسها اليوم في نهاية المطاف وبعد كل التضحيات والخسائر البشرية والمادية جالسة على طاولة المفاوضات مهما بلغت حدة هذه النزاعات. وكل أزمة مهما طالت أو تعقدت سيكون جلوس هذه الأطراف على طاولة الحوار هو البداية للوصول إلى نهاية الأزمة والقبول بمنطقة التسويات تفادياً لاتساع رقعتها وآثارها السلبية. وعلى صلة بهذه الحقيقة، لا أتصور بأن أحداً منا يعتقد أن التحركات الأخيرة باتجاه حل الأزمات الكبرى ودفع أطرافها إلى الحوار من جانب بعض الدول الكبرى كما هو حاصل في أزمة سوريا واليمن وليبيا وأيضاً العراق، أقول ليس منا من يعتقد أن هذه التحركات تجري بمحض الصدفة أو خارج رغبة وإرادة اللاعبين الأساسيين المتحكمين في مجرى الصراعات الإقليميين والدوليين على حد سواء. ومن وجهة نظري، إذا كان انطلاق هذه الحوارات والبحث عن تسويات لهذه الأزمات والحروب أمراً إيجابياً ومحموداً، فإنه من جانب آخر يكشف حقيقة سلبية ومؤسفة، وهي غياب أو ضعف إرادة الأطراف الداخلية المعنية بهذه الصراعات وغياب تأثيرها في القرارات والمآلات النهائية لهذه التسويات، حيث ستجد نفسها في نهاية المطاف ستجد نفسها هذه الأطراف وقد تحولت إلى مجرد أوراق في الصراعات الإقليمية ولعبة المساومات فيها. هذا بدون شك أمر في غاية الخطورة على حاضر ومستقبل الأقطار العربية التي ستدفع الأثمان من سيادتها واستقلالها لصالح الدول الإقليمية والدولية التي أعدت الخطط ورسمت السيناريوهات المحتملة واتفقت على الحلول الممكنة لما يحفظ نهوضها ومصالحها. وهذه مسألة في تقديرنا يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الأنظمة السياسية التي ركبها العناد وتعاطت مع التحركات الشعبية منذ بدايتها بعقلية أمنية وعسكرية صفر دون أي استجابة للمطالب المتواضعة والمشروعة لهذه التحركات والانتفاضات. وبدون شك فإن بعض المعارضات تتحمل هي الأخرى جانباً من المسؤولية بإصرارها على اللجوء إلى العنف وعسكرة الانتفاضات وتهيئة الساحات لدخول قوى التطرف والإرهاب التي عملت على تفجير الساحات الوطنية بأعمالها الوحشية وبالصراعات الطائفية والمذهبية وإطلاق كل مشاعر الإحقاد والكراهية التي مزقت أسس
النسيج الوطني الاجتماعي في هذه الأقطاب كما هو حاصل في سوريا وليبيا على سبيل المثال. مسألة أخرى تستدعي التوقف في هذه المستجدات وهي ضرورة التأمل المسار الذي تتبعه هذه الحوارات والنتائج المتوقعة منه. فهذه الحوارات التي أصبحت اليوم تحدث بقبول وقناعات الأنظمة والمعارضات على حد سواء وإن كان قبول أمر الواقع هي حوارات سياسية قائمة على توازنات وقناعات مشتركة للوصول إلى حلول تؤمن حقوق ومصالح كل الأطراف دون استثناء أو تهميش الطرف على حساب طرف آخر، وأن تكون لكل طرف ما يكفي من أوراق التفاوض التي تجعل منه طرفاً أساسياً في هذه العملية. وقبل هذا وذاك أن تكون لديه إرادة سياسية والرغبة الصادقة في الوصول إلى نهاية لهذه الأزمة وعدم النظر إلى الحوارات من زاوية تكتيكية أو إعلامية لكسب الرضا الخارج فقط وإحراج الخصم في الداخل وكسر إرادته. فالتعاطي مع عملية الحوار بهذه الروحية لا يعني سوى زيادة الوضع تأزما وتفجرا وإطالة عمر الأزمة وتفاقم حجم التكاليف التي تدفعها الأوطان. إن أي حوارات أو مفاوضات تحدث في ظل شروط قاسية أو بالغة الاختلال لمصلحة طرف دون آخر فإن توقع أي نتائج إيجابية هو من قبيل الوهم. وأخيرا نقول وقد تعلق الأمر بأوضاعنا الداخلية ورؤيتنا للحل السياسي المطلوب والممكن للوقت في بلده، نقول إننا جميعا اليوم كسلطة وقوة سياسية أمام تحديات وخيارات مصيرية وتاريخية، وعلينا مسؤولية أخذ بلدنا إلى تخطي هذه المرحلة الصعبة من خلال الاتفاق على تصحيح المسار السياسي والدستوري والعودة إلى حياة سياسية واجتماعية متوازنة وعادلة ومستقرة. وكلما تأخرت خطوط المعالجة الصحيحة كلما يعني أننا نفسح المجال وكلما تأخرت خطوات المعالجة الصحيحة وكلما استمرت محاولات الالتفاف أو الهروب من الاستحقاقات السياسية كلما يعني ذلك أننا نفسح المجال أكثر لزيادة ومضاعفة حجم الاستقطاب في المشهد السياسي والاجتماعي في بلده، وكذلك اتساع المجال أمام دفع ملف الأزمة لمسارات خارجية غير محمودة العواقب. ونرجو أن تكون الأوضاع المرعبة التي تمر بها بعض الدول العربية سبباً كافياً لدفع جميع الأطراف للتفكير في مستقبل البلد والوصول إلى قناعات بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤمن حائط صد للوطن من كل الأخطار والتحديات هو إنجاز وتحقيق تسوية سياسية بين كل شركاء الوطن والاستعداد لتقديم التنازلات متبادلة مهما كانت مؤلمة. ونظراً لطبيعة الشعب البحريني المسالمة كما هو معروف وتواضع المطالبة السياسية للقوى السياسية المعارضة فإن باستطاعة البحرين أن تقدم نموذجاً للحلول السياسية الوطنية بالضد من كل مناخات التأزم والانفجارات في المنطقة. ورغم قسوة تداعيات الأزمة في بعض محطاتها السياسية والاجتماعية والأمنية فإننا نرى أن أبواب الحلول لم توصد نهائيا وأن الطريق للإصلاح والمصالح الوطنية ستبقى سالكة دائمة. المهم أن نفسح المجال للعقل والحكمة وأن لا نترك أنفسنا وبلدنا تحت رحمة أو سطوة الجنون السياسي والتسعير الطائفي، ولنبادر جميعا بصعود قطار الحل الوطني المتجه نحو المستقبل ومغادرة المحطات المثقلة بالآلام والجراحات والدخول إلى فضاء الديمقراطية والمواطنة والعدالة بعيدا عن أي نوع من الاستبداد والاستهتار والتهميش ومغادرة كل القيم المتخلفة. فهذا هو أسهل الطرق وأقصرها وأقلها كلفة. وشكرا لكم. شكرا للأخ رفيق محمود على ما تفضل به، وقد كانت فعلا ملاحظات أربع قيمة جدا تضمنت يعني توصيف صحيح لما يجري من أوضاع داخلية وأيضا إلقاء الضوء بشكل مكثف أيضا حول
المستجدات الإقليمية، وأيضا موقف المعارضة من أهمية الحلول والدخول أيضا في حوارات لحل أي أزمة، وأن الأزمة هي داخلية بامتياز لحل جميع المشكلات. وأتفق معه حول ما طرحه بأن الأبواب مفتوحة ويجب أن تكون مفتوحة، وقد عبرت المعارضة بأكثر من وسيلة بأن يدها ممدودة من أجل الوصول إلى حلول، ونتمنى أن نصل إلى الحلول. في الفقرة الثانية نحن أمام أيضا رؤية للأخ الأمين العام رضي الموسوي، فليتفضل. مساء الخير جميعا. لا شك أن المنطقة اليوم تشهد حرارة في مختلف الاتجاهات، وأن يعني عنوانها في تدمير زوايا الأزمات الإقليمية وتأثيرها على الوضع المحلي. لا شك أنه هذه المنطقة يعني اليوم تمر في تطورات متسارعة، وخاصة في ساحات الاقتتال والاحترافات الداخلية، خصوصا بعد اللقاء الطويل بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، حيث بدأ أن التفاهمات قد تم التوصل إليها لسان النزاعات الإقليمية في سوريا واليمن والعراق وليبيا. ليبيا التي بدأت أزمتها تتحلحل بتشكيل ووصول حكومة الوفاق إلى قرار إسقاط الأيام، والبدء بنشاطها بتأييد دولي انعكس إيجابا على مواقف الجهات المحلية، وخصوصا المصرف المركزي وشركة النفط، يعني اللي رايحين يطلبون فلوس. لأن الحكومة تحتاج لضخ السلع في الأسواق، وشركة النفط هي المسؤولة عن أهم ثروة في ليبيا. أما في اليمن فإن رد تبادل الأسرى بين الحوثيين والسعوديين أعطى مؤشرات إيجابية على أن أطراف النزاع يمكن أن تخطو خطوات نحو التفاوض والحوار. الحوار الذي أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام أنه يجري في الرياض مع حركة أنصار الله الحوثية، الذي هذه الحركة التي تعتبر الطرف الرئيسي في الصراع، بينما يجري التحضير لجولة المباحثات في الكويت منتصف شهر أبريل الحالي. وفي العراق شهد الانتقام الداخلي بين القوى الفراجم مع إعلان رئيس الوزراء عن تشكيلة وزارية تضم نخبة من المتخصصين التكنوقراط من خارج الأحزاب السياسية، ما شكل تحريكاً لزوايا الأزمة الحكومية، بينما لا تزال المعارك دائرة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق منذ منتصف العام 2014 عندما احتل الموصل وأعلن منها دولة الخلافة الإسلامية. على المسار السوري وحيث الأزمة الأكثر دموية والنتائج الكارثية، فإن التفاهم الروسي الأمريكي على عقد جولة المفاوضات في مارس الماضي ومن ثم في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري يعطي مؤشرات على جدية الراعيين واشنطن وموسكو في تدمير زوايا الأزمة السورية والوصول لتقاطعات سعي المبعوث الأممي إلى سوريا السيد دريستورا إلى تلخيص أوراق المتفاوضين في جولة مارس ليقدمها في صيغة 12 بندًا لجولة أبريل الجارية. وقبل كل ذلك جرت عملية جس نفط عبر التصريحات الإعلامية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، التي بادر رئيسها الدكتور حسن روحاني بإرسال مبعوثًا شخصيًا لسمو أمير الكويت محملا برغبة إيران في ترطيب العلاقات مع الضفة الأخرى من الخليج العربي. لتبدأ التصريحات العالمية التي تطالب إيران بإقرار أقوالها بالأفعال، فما جرى في التصريحات
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ويبدو أن الأفعال ترجمت في الحوار على المستوى العلمي وإعادة إنتاج تصريحات وزير الخارجية السوري إزاء الخطوط الحمر التي تحدث عنها، لتأتي الحوارات الصحفية مع الرئيس السوري التي أعلن فيها استعداد الانتخابات رئاسية مباشرة تتم من خلال الشعب السوري وليس من خلال البرلمان سموه مجلس الشعب كما جرت العادة. تأتي هذه التحركات وتدمير زوايا الأزمات في المنطقة، بينما يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنامة ويعقد غدا الخميس لقاءات مع المسؤولين البحرينيين والمسؤولين الخليجيين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويحضر لقمة أوباما مع قادة دول المجلس في شهر مايو أيار المقبل. أوباما الذي ينهي رئاسته نهاية العام الجاري، والذي صرح بكلام غير معقول في صحيفة أتلانتيك قبل أسابيع أكد فيها على ضرورة إصلاح الأوضاع السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتأكيد في البحرين. البحرين التي حظيت خلال السنوات الخمس الماضية بكميات هائلة من التقارير الحقوقية والسياسية الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التقارير الحقوقية الصادرة عن وزارات الخارجية في العواصم الكبرى، والتي تؤكد جميعاً على ضرورة احترام حقوق الإنسان وفق ما جرت به الشعب الدولية ممثلة في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية. كيف يمكن أن ينعكس كل ذلك على الوضع المحلي؟ لا شك أن البحرين تتأثر بما يجري في المنطقة العربية من تدبير لزوايا الأزمات والاحترافات في أكثر من بلد، وذلك باعتبارها متغير تابع يتأثر بالأحداث الخارجية أكثر مما تؤثر فينا. وبالتالي فإن من الطبيعي أن عملية تدمير زوايا الأزمات الإقليمية سوف تنعكس بلا شك على الواقع البحريني الداخلي الذي يعاني من أزمة ثلاثية الأبعاد السياسية الدستورية الحقوقية والاقتصادية. في الأزمة السياسية الدستورية المستعصية التي تفجرت في 14 فبراير 2011 دون أن تجد لها حلاً سياسياً واقعياً يمكن عناصر القرار فيه أن تنفذ وتترجمه على الأرض، فتفاقمت الأزمة رغم تنظيم ثلاثة حوارات منها اثنان عامين نقص الحوار يوليو 2011 الذي جاء تزامنا مع الضغط الدولي لتشكيل لجنة عمومية لتقصي الحقائق، والتي بادر جلالة الملك بتشكيل لجنة بحرينية مستقلة لتقصي الحقائق المسمى أو المعروفة بلجنة بسيوني لتحقق فيما حدث فقط في شهري مارس وابريل 2011. وقد خرج حوار يوليو بلا نتائج كون تركيبة وفوده والنيات لم تكن في وارد البحث عن حل سياسي جامع يطالب به المعارضة بقدر ما افرز نتائج تشبه نتائج حفلات العلاقات العامة، ما ادى الى فشل المؤتمر الذي استمر قرابة شهر من الزمن وخرج بكفي حنين، واستمرت الأزمة تحفر عميقاً في البلاد. ثم جاء الحوار الثاني في 10 فبراير 2013 واستمر متقطعاً لمدة أشهر ولم ينتج عنه شيء، بل تم الإعلان الرسمي عن تعليقه، حيث لم يكن هو الآخر حواراً جاداً في مأزق، إنما كان حواراً لتقطيع الوقت بانتظار معجزة ما تحل الأزمة السياسية السورية التي تعصف في البلاد.
ومع شعور بعض من الجانب الرسمي. ومع شعور بعض من الجانب الرسمي لظهور استمرار الحوار، تواصل الاتصالات والاجتماعات غير المعلنة بين الجانب الرسمي من جهة وبين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، إلا أنه كان استمرارا في سياسة تقطيع الوقت التي حان انقطاع نتائجها رسميا عندما تم الإعلان عن وثيقة الشخصيات، وثيقة الأعيان منتصف سبتمبر 2014 تمهيدا للذهاب للانتخابات النيابية التي انتظمت في أكتوبر 2014 دون مشاركة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي سبقت وإن أعلنت عن موقفها المقاطعة للانتخابات إذا استمر الاحتقان السياسي والحقوقي دون حل. الضلع الثاني من الأزمة الثلاثية الأزمة الحقوقية التي جاءت كنتاج طبيعي للأزمة السياسية واعتماد الحل الأمني حلاً وحيداً لمواجهة الأزمة السياسية المستعصية التي تتغذى أكثر من الاحتقان الطائفي والاحتقان الإقليمي وسياسات التهميش والتمييز والإقصار، حيث تشكلت كرة الثلج للأزمة الحقوقية. فمنذ فجر 14 من فبراير تساقط الشهداء أما برصاص الحي أو الشوزن أو التعذيب في السجون حتى الموت وفق ما وثقته لجنة التسجيل، ودخل آلاف المواطنين السجن وتم فصل آلاف الموظفين فصلا تعسفيا على خلفية الأزمة ومواقفهم منها، وقد تم ابتكار أدوات جديدة منها تعقيم الأحكام ومضاعفتها ليتم تدويجها لنزع الجنسية عن المواطنين المتهمين وتركهم بلا هويات تعريفية وإسقاط حقوقهم المدنية وإبعاد أغلبهم عن البلاد في تطور خطير إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتناقضها مع المواثيق الدولية التي صادرت عليها حكومة البحرين، وما هو الحال مع الإعلام العالمي بحقوق الإنسان الذي يحرم نزع الجنسية عن المواطن وتركه بلا هوية. حتى أصبحنا اليوم أمام أكثر من 250 حالة إسقاط جنسية، بعضهم تم إبعاده عن البلاد بينما ينتظر آخرون الحكم النهائي للمحاكم، علماً أن بعض هؤلاء اضطرتهم الظروف للخروج من البلاد قبل صدور أحكام وقرارات نزع جنسيتهم، فيما يتبع العشرات منهم من الذين تم نزع جنسيتهم في السجن بانتظار خروجهم وإدخالهم في نفق نزل الجنسية والإبعاد. المضلع الثالث هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والتي جاءت تدريجا باستمرار الأزمة السياسية الدستورية وما أفرزته من أوضاع ومعطيات على الأرض، حيث جرى التركيز في بنود الموازنة العامة على مصروفات الأمن على حساب البنود الأخرى رغم إقرار المارشال الخليجي المقدر بعشرة مليارات دولار على مدى 10 سنوات. وخلال السنوات القليلة الماضية قفز العجز في الموازنة العامة خصوصا بعد انهيار أسعار النفط بدءا من منتصف 2014 وبلغ رقما مقلقا فلامس المليار دينار في 15 ومرجح أن يحوم حول 2.5 مليار دينار في العام الجاري 2016، بينما لامس الدين العام 10 مليارات دينار ليشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12 مليار دينار. هذا التضخم أوصل خدمة الدين العام السنوية أو الفائدة فائدة الدين إلى نحو 400 مليون دينار سنويا، تزيد فرديا مع زيادة الدين العام الذي لم يعد سقفه اللي هو 10 مليارات دينار قادرا على تلبية متطلبات الأجور والمشاريع، وبالتالي فإن التوجه الآن هو كسر الحاجز الحالي والقفز في الهواء للمزيد من الاقتراب. مع الإرباك الحاصل توجهت الحكومة إلى أقصى الطرق فرفعة الدعم للحكومة والمحروقات والكهرباء والماء، فزادت الأعباء على المواطن
الذي يعاني أصلاً من ثبات الوجود وتزايد التضخم، فانزاحت كتلة مهمة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، وشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، الذي كان الطبقة الوسطى دوراً محورياً للاستقرار كلما توسعت هذه الطبقة وشملت فئات جديدة من محدودي الدخل. لقد أصبح الحل الأمني دون غيره حلاً وعبئاً للأزمة السياسية، وهو من الكفر بنود الموازنة العامة، وخصوصاً توليد الوظائف الجديدة التي كشفت أرقام وزارة العمل الأخيرة عن الخلل الكبير في السياسة العمالية، حيث جرى توظيف أكثر من 80,000 عامل وافد خلال السنوات السبع الماضية مقابل الاستغناء عن 13,000 مواطن. ما زال بالنسبة للمطالب خصوصاً في التخصصات المالية كما هو الحال في التمريض والتدريس والطباعة والهندسة وغيرها لتزيد نسبة البطالة وتصل إلى قرابة 15%. هذا الوضع قاد إلى تدهور الخدمات العامة مثل التربيب والتعليم والإسكان الذي يقف في طابور خدماتها اليوم نحو 60% من المواطنين. وفي ظل انهيارات أسعار النفط تراجع مدخولات دول التعاون واحتمالات ارتفاع مجوزات موازناتها العامة إلى أكثر من 150 مليار دولار للعام الجاري 2016، الأمر الذي سيقود إلى مصاعب كبرى على مستوى المنطقة بما فيها عمليات رفع الدعم وتخصيص بعض القطاعات. وقد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل يومين على أن المملكة العربية السعودية سوف تحصل على إيرادات غير نفطية تصل إلى 100 مليار دولار حلول 2020، ستأتي من الإصلاحات الاقتصادية لصناعة المنتجات في المملكة، ومن ضمنها تخصيص جزء من حصة شركة أرامكو النفطية بالإضافة للرسوم والعوائد من رفع الدعم عن المواد الأساسية. خلاصة القول أنه من الواقع إن التحركات التي تجري في المنطقة والمتعلقة بتحقيق الملفات الساخنة لا بد وإن تشمل البحرين باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذه الحلقة، وإن وجود وفدة أمريكية برئاسة وزير الخارجية الأمريكي يمكن أن يقود إلى تحريك المياه الراكدة في برك الوضع الراهن المحلي الساكن والمأزوم. لكن الأهم من كل ذلك اقتناع الأطراف المؤثرة والمقررة في السياسة المحلية أن الفرصة لا تزال قائمة، وإن الوضع المحلي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية دون حل، وبالتالي لا بد من مبادرة جريئة من قبل الجانب الرسمي تتمثل في تبريد الساحة الأمنية. وبالتالي لابد من مبادرة جريئة من قبل الجانب الرسمي تتمثل في تبريد الساحة الأمنية والسياسية والبدء في حوار يخرج بلادنا من الأزمة الإفلاسية الأبعاد. فالإصلاح له متطلبات واضحة وجريئة ولا يمكن القفز عليها، وأهمها القناعة الراسخة بالحوار والانصات للرأي والرأي الآخر لا إقصاء. وشكرا لحسين صاحب. شكرا للأخ رضي على هذا التوصيف الذي تضمن على الأقل ثلاث زوايا أو أبعاد: الأزمة الدستورية، وأيضا الأزمة الحقوقية، والأزمة الاقتصادية، وهي أزمات مترابطة. كنا نتمنى أن لا ندخل في هذا النفق، ولكن أيضا مثل ما عبر الأخ رضي لا بد من مبادرة جريئة من الجانب الرسمي لحل هذه الأزمات. معنا الآن الأخ خليل مرزوق المساعد السياسي في جمعية الوفاق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكركم أول على الاستضافة، ونتشرف بأن نكون
أشارك معكم ما أضاف الأستاذين العزيزين. ممكن أنا أخذ الزاوية شوي يعني تكمل المشهد، مشهد الصورة الدموية من جانب في الواقع الإقليمي، وأيضا هناك بصيص أمل من خلال الحراك، حراك التسويات وحلحلة الأزمات. إذا كنا نتحدث عن سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، كل هذه المنطقة تعيش في هذه الأزمات صورة دموية مأساوية، وجزء من هذه الصورة المأساوية هي نتيجة غياب التوافق، غياب الشراكة، رفض هذه الشراكة ورفض الحلول السلمية، الاتجاه نحو العنف من أي طرف كان، معارضة أو من سلطة. وصل البلدان بخلاف البحرين الذي حافظت على سلميتها وحافظت على وضعها واستقرارها رغم كل الخلافات السياسية اللي موجودة. فهذه النتيجة نتيجة طبيعية، وهذه النتيجة ستستمر، هذه الصورة الدموية ستستمر إذا لم تنجح الصورة الأخرى المقابلة والتي تتحرك في اتجاه التسويات وإيجاد نظم سياسية تشاركية حقيقية. مثال بسيط على هذه النظم التشاركية السياسية تونس. تونس لم تعاني ما عانت منه سوريا وليبيا واليمن وغيرها، ولكن إلى الآن لا يوجد توافق 100%، رغم أن العملية سياسية والعملية سلمية، ولكن يبقى هناك المشوار طويل. هذه حقيقة التحولات الديمقراطية. فمع الإصرار في هذه الدول المأزومة الدموية على الذهاب إلى الحلول السلمية وحلول الحوار، الطريق أصعب من تونس وأصعب من هذه الدول. فهذا المشهد هو هذه التجربة الواضحة أمام البحرينيين، أنهم يعني يجب أن يفتخروا أنهم لم يذهبوا إلى الخيارات العنيفة، خيارات العنف، وأيضا أنهم لم يركنوا أنهم يجعلون من أنفسهم أدوات إلى قوى إقليمية أو دولية. وهذا ما حفظ البحرين ونحافظ عليه إن شاء الله، نستمر في ذلك. أيضا المشهد الأكبر من المشهد الإقليمي، المشهد الدولي في السياسة الدولية والتحولات الكبرى، أيضا استفادة من الواقع الإقليمي. يعني المحللين يقولون أن روسيا استفادت كثيرا من الواقع السوري لإيجاد موطئ قدم في القوة الدولية وإظهار قوتها الدولية وتأثيرها الدولي. هذا رسم معادلات جديدة وتحولات جديدة، إضافة إلى التحولات إلى بحر الصين واهتمامات وأولويات مختلفة. كل هذا إضافة إلى الإرهاب الذي وجد حاضنة وتحديات الإرهاب الذي يمتد الآن ليس فقط سوريا وليبيا والعراق، إنما يعبر الحدود إلى أوروبا. كلها تحديات في ظرف اقتصادي خانق، ما كانت الدول تستطيع أن تدفع لتمنع أو لتتسلح أو ما شابه. كل هذا المشهد ينبئنا أن في هناك تحديات أكبر من تحديات مجرد اختلاف سياسي. البحرين قطرة كما تفضل الأخوة في بحر من الأزمات، في محيط من الهيجان. يعني مو بس بحر الإقليم في أزمات ومشكلة، وهناك خيارين كما تفضل الأستاذ رضي أن نحن نتابع متأثر. هناك خيارين: أن نجعل هذا التأثر يأتي لنا بكل تداعياته السلبية، أو الخيار الثاني أن نقلل من هذا التأثير السلبي على وضع البحرين. تقليل الخيار الذي تنتهج المعارضة، تقليل هذه التداعيات السلبية وعزل البحرين، محاولة عزل البحرين عن الاستقطابات الإقليمية والدولية وما شابه، هو الدعوة إلى الحوار، الحوار الوطني، الحلول الوطنية، الحلول الحقيقية. هذه الممارسة العملية هي عزل البحرين وتقليل، ما لا أقول بعد إنهاء، تقليل التأثيرات السلبية لكل هذا المشهد الإقليمي الدموي والمأساوي إلى البحرين. فنحن لا نملك إلا خيار واحد حقيقة، إذا كنا جادين في أن نأخذ بهذا الخيار،
هو كيف أن نحصن البحرين من خلال أننا لا نستورد المشاكل الموجودة. وللأسف خطاب كراهية موجود، وللأسف افتعال أزمات وربط، محاولة ربط بالقوة أن هذه الأزمة محركها أجانب سواء إيران أو غير إيران أو ما شابه. هذا الشعب الواعي المتنور يحتاج إلى إيران على أساس أن تقول لأن هناك شيء اسمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. أنا الآن ما أدري إيران مصادقة عليه والله مو مصادقة عليه، وفي حرية تعبير وفي مساواة، وفي مادة 25 تقول أن سلطة الحكومة تمتد من إرادة الشعب. فنحن نحتاج إلى دول أخرى لتعلمنا أساسيات الحياة، الكرامة، المساواة. لا، هذا في أزمة محلية أطرافها محلية جوهرها دستوري سياسي وتولدت من خلالها أزمات مختلفة. فهذا الخيار، أما أن نقول أن هذه الأزمة هي أزمة بحرينية ونعترف بذلك ونذهب بالحلول في خارطة الطريق، تفضل أستاذ رضي، بناء ثقة، عملية سياسية وضمانات للعملية السياسية. ضمانات العملية السياسية التي الحوار الجاد المفضي إلى حل سياسي عادل. ضمانات هذه العملية السياسية نصوص دستورية، قوانين تحترم حقوق الإنسان توائم مع العهود الدولية، بحيث أن فعلا عندما نتحدث عن البحرين واحة حقوق الإنسان ينعكس ذلك في قانون التجمعات والمسيرات، بحيث أن الإنسان يذهب وإذا عنده مشكلة إسكانية، إذا عنده مشكلة سياسية، أن يعبر بسلمية عن مطالبه بدون أن يقمع، بدون أن يزج به في السجن. عندما يعبر عن خلافه مع سلطة معينة سواء وزارة الداخلية، وزارة إسكان، مع أي سلطة من السلطات، أنه لا يجرم بإهانة السلطات، لأن مجرد أن اختلف مع شرطي انتهك حقوق إنسان عذب، تقول أن هذا الشرطي عذب، تجرجر في وزارة الداخلية، يقول أنت تهين وزارة الداخلية، تتهم وزارة الداخلية بالتعذيب. إذا ليس لي حق أن أقول أنني وقع علي ظلم، أو أحد من الذين أنا يفترض أن أدافع عنهم وقع علي ظلم، فما هي مساحة الحرية الموجودة حقيقة؟ فهذه الضمانات دستورية، ضمانات قانونية، ضمانات مؤسساتية. هذه المؤسسات يجب أن تشمل كل التركيبة. يعني لا يجوز أننا نقول داعش وجدت حاضنة في العراق لأن هناك تمييز وإقصاء، وإذا جينا للبحرين لا أحد يتكلم عن تهميش وإقصاء، ممنوع أحد يتكلم عن البحرين أن هناك مو أنت. أما أن مقتنع أن التهميش والإقصاء يولد التطرف في البلدان المختلفة، إذا جت البحرين تستثني أن الإقصاء لا يولد التطرف، الآن لا نقول داعش، أي نوع من التطرف، أن الرفض الحوار في البلدان من غير تسمية يؤدي إلى النزاعات، والآن ترفض الحوار وتقول لا يوجد أزمة سياسية، واللي يبي يعني يحاور يذهب إلى البرلمان والحوار تحت قبة البرلمان بدوائر غير عادلة، والكل العالم تتحدث عن هذا الموضوع وصلاحيات مختلفة. دعونا ننظر بصورة سريعة على المشهد في 2002 والمشهد السياسي 2014 أو ما قبل، حتى قبل الانتخابات. في 2002 عندنا جمعيات سياسية ورأس السلطة عاهل البلاد يفتخر أن لدينا جمعيات سياسية، غيرنا لا يوجد لديه جمعيات سياسية، وهذه الجمعيات السياسية كانت تشتغل بالسياسة ولا تنشغل بالسياسة، وقدمت في الفترة السابقة إلى 2011 في البرلمان وغير البرلمان رغم انعدام الصلاحيات الواسعة، ولكن هناك صلاحيات محددة على أقل تقدير موجودة في هذا البرلمان. اليوم أين الجمعيات السياسية؟ مخنوقة، مشلولة. أين البرلمان اللي كان في 2002؟ أنا لا أتحدث عن هذا البرلمان هو شافي للصدور وهو ما نطالب به. أين البرلمان صلاحية الاستجواب في 2002 وصلاحية الاستجواب الآن في 2014؟ أين صلاحية التشريع في هذا البرلمان؟ مجالس منتخبة كانت في 2002 موجودة،
الآن تتحول إلى مجالس معينة. النقابات كانت نقابات فاعلة ولها نشاط وقوية، كان يفتخر بها. الآن في تحدي في التعدد النقابي ومنافسة لضرب النقابات ولإضعافها. مجتمع مدني كان حي، جمعيات مجتمع مدني كانت تتحرك بقوة. الآن أين جمعيات المجتمع المدني؟ أنا أسأل عاهل البلاد بكل محبة، أقول أيفتخر الإنسان ب2002 أو يفتخر ب2014؟ المملكة العربية السعودية جارة شقيقة، ولا نريد أن نتحدث عن أي من الجيران بسوء، نتحدث بإيجابية. اليوم المرأة تشارك في الانتخابات البلدية، يعني المملكة العربية السعودية تتطور، جيراننا يتطورون. الذي السلطة التي تقول أن السعودية لا تقبل بالديمقراطية وأن الإقليم لا يقبل بالديمقراطية، هم يتطورون ونحن نتراجع. يعني على الأقل ناخذ بتدرج التوسع في صلاحيات البرلمان، توسع في صلاحيات المجلس البلدي، أم نرجع بتجربتنا؟ الآخرين الآن يسبقوننا حتى على صلاحيات الموجودة يعني في بعض المجالس المنتخبة مقارنة بحرية الحركة في المجالس المنتخبة الموجودة في البحرين تتقلص. لذلك إذا كنا جادين في إبعاد البحرين عن الرهانات الإقليمية والدولية، لأختم، الإبعاد الحقيقي إلى البحرين هو الحل البحريني، الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف البحرينية الحقيقية التي تمتلك قوتها في التأثير على الشارع على أساس أن يأتي إلى الانتخابات. في 2006 و2010 ارتفعت نسبة المشاركة لأن أطراف حية شاركت في الانتخابات وأخذت الشارع إلى العملية السياسية رغم تحفظات عليها. طبيعي جدا أنها لا تستطيع أن تأخذ هذا الشارع في 2014 بدون أي زيادة في الصلاحيات، بدون أي حل سياسية، وأنت تقول للناس الذين لديهم معتقلين ولديهم أطراف أخرى يعني مفصولين مشاكل معينة، تعال دخل تعال صوت لي في البرلمان، ايش بتسوي لي ما أدري، بس تعال صوت لي. بس احنا ندري ان احنا بنرفع بالحكومة بتضطر الى رفع الدعم وبصير في رأسنا على قولتهم. فاحنا مو بس ان ما نقدر نطلع معتقلين ولا نرفع صلاحية برلمان ولا نحقق قانون لكبح التمييز، لا، احنا في نهاية المطاف، وهذا اللي يقولون الموالاة، ان قرارات احادية في رفع الدعم، في سن ضرائب، في اجراءات تقشفية قاسية، برفع الدين العام، بمجموعة من القوانين. انا اعتقد ان نصيحة مخلصة الى السلطة، الى عاهل البلاد، ان نراجع ما كان عندنا، وعلينا أن نطور ما كان موجود في 2002، مو الآن نرجع إلى ما كان في 2002، علينا أن نطور ما كان في 2002. الفخر يكون لعاهل البلاد، للسلطة، للمواطنين، لأن عندهم تجربة مختلفة. اللي ينصح عاهل البلاد يقول له اقمع، مزيد من القمع، مزيد من التشديد، مزيد من إنهاء العمل السياسي، إنهاء العمل المدني، هذا لا يخدم عاهل البلاد، لأن الدول ورؤساء الدول يفتخرون بماذا؟ يفتخرون بعدهم حرية أكثر، عندهم مؤسسات فاعلة أكثر، ما شابه. أختم بهذا العنوان، موضوع التحدي الاقتصادي الحقيقي. إذا لا يوجد نظام حوكمة إلى هذا النظام الاقتصادي، لدينا ناتج محلي 12 مليار، هذا الناتج المحلي إذا لم أطلق هذه الطاقات اللي موجودة، يعني أنا في دردشة سريعة مع وزير العمل أقول له 500 مليون اللي قاعدين تتكلمون عنها، لو أن السلطة الآن وظفت العاطلين وجعلتهم منتجين يدخل في الناتج المحلي، لا تسددون الدين، هذا مو رأينا، بس أنت لما توظف هؤلاء راح يرتفع منتوجهم، راح ينتجون، راح يرتفع الناتج المحلي في قل نسبة الدين العام إلى نسبة الناتج المحلي. يعني إذا عدنا 12 مليار راح يصير عدنا 20 مليار إذا أنتجوا هؤلاء شركات وأطلقتها ودعمتها،
راح يدخل في بس هذه محادلة بسيطة، صار 20 مليار، يعني قل نسبة الدين العام، عندك إشكالية، وإذا سويت إنتاج راح فعلا تقلل من الدين العام، لن تحتاج إلى اقتراض، مسألة مترابطة. لكن إذا نص شعبك لا تريد أن توظفه وتقول هذا من هذا المذهب وهذا من هذا المذهب وهذا رأي السياسي هكذا وهذا رأي السياسي هكذا، وإن ممنوع عليه يأخذ 90% 98% يروح يتعلم ويأخذ شهادة بكالوريوس وماستر، وإذا عندك 1000 طبيب ما تبى تسويهم 2000 3000 طبيب، إذا سويت 3000 طبيب وجو من المنطقة الشرقية ومن دول الخليج وصرفوا فلوس هني وزاد الناتج المحلي، أنا أتكلم بلغة أرقام، وكان في شركات هندسة لأن عندي أنا خريجين هندسة واستفادوا، وخبراء في التأمين وخبراء في أمن المعلومات وخبراء، هذا ناتج محلي. أنت حولت هؤلاء العاطلين عن العمل، حولت هالخريجين إلى ناتج محلي حتى من غير أن أنت تسدد الدين العام، والمشكلة نسبة الدين العام إلى نسبة الناتج المحلي أنت قللتها، وقللت تحفظات البنك الدولي وقللت تحفظات الموديز وSMP وغيرهم من مؤسسات التصنيف. في نهاية المطاف الحل واضح، الحل البحريني يحتاج إلى الأطراف البحرينية المعنية أن تجلس على الطاولة وأن تحدد مسار العملية السياسية الحقيقية، الضمانات التي كل الناس الطالب بها أن يعيشون بكرامة، أن هذا الشاب يحصل له وظيفة في نهاية المطاف، أن يترقى في وظيفته، أن ينتج إنتاجية تنعكس على الوطن، كل الوطن، هذا يحقق التنمية، يحقق رؤية 2030، يحقق الاستقرار الدائم، يبعدنا عن التداعيات الإقليمية. مو احنا نقول ما نبى تدخلات من الخارج، طريق واحد. الحمد لله بالعالمين.